زيارة البابا للموصل حظيت بإشادات زعامات دينية لأهميتها التاريخية وإسهامها في إعادة ترسيخ مفهوم الأخوة والتعايش بين الأديان، كما أنها أفضت إلى دعوة الأسر المسيحية أو الأسر عفوا المسيحية للعودة إلى مناطقهم الأصلية. زيارة خير والسلام والأمن وأمان والاستقرار في العراق وخاصة في مدينة الموصل، لأن مدينة الموصل موجودين عدة مكونات يزيدية مسيحية مسلمين. رسالة عظيمة ممكن تصل للعالم، فتحت نافذة على العالم. العالم اليوم يرى الموصل بعدسة واسعة، رانا لجانب الأمل. عيد إلى الأذنان أن هذه المدينة محبة، هذه المدينة ترسل رسالة سلام، هذه المدينة لن تموت طالما أهلها متكاتفين. وإن شاء الله نتأمل من هذه الأمور والزيارة الخير الكثير، وأهمها دعوة الإخوان المسيحيين بالعودة إلى بيوتهم.